السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة هتكلم عن موضوع يخص البنات. في الحقيقة في واحدة من البنات كلمتني وقالت لي ان هي حصل لها مشاكل نتيجة الليزر وفي حروق حصلت وحبوب في جسمها وكلام زي ده. طبعا انا كان لازم اعمل فيديو علشان اوصل الصورة بطريقة صحيحة واقول ايه هي الاسباب بتاعة الموضوع ده. في الاول انا هقول يعني ايه ليزر. هو الليزر عبارة عن شعاع ضوئي بيحمل حرارة عالية بطول موجات معينة، ده بيدخل على البصيلة بتاعة الشعر بيضعفها وبيخليها تتساقط. ده معنى الليزر. الليزر ده ليه فوائد وليه اضرار. طيب ايه الفوائد؟ الفوائد ان احنا طبعا نقدر نتخلص من الشعر بطريقة امنة وسهلة بدون اي مشاكل. ايه بقى الاضرار؟ الاضرار ان ممكن يحصل حروق وممكن يحصل بعض التصبغات، مثلا بتحصل بقع بنية شوية، ممكن يحصل قصور في التصبغ برضو اللي هو ممكن يبقى فيه بقع بيضة. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاضرار وقلنا ان من الاضرار الحروق. الحروق دي لها اسباب. اول سبب ان هو الجلسة دي اتعملت في مكان مش متخصص، مش مركز طبي متخصص، فبالتالي ممكن يحصل مشاكل، لان المفروض كل بشرة ليها جهاز معين، اعدادات معينة علشان تناسب البشرة. في بشرة فاتحة، في بشرة بتبقى داكنة، في شعر بيبقى اسود، في شعر بيبقى فاتح، فطبعا لازم يكون في اعدادات معينة واجهزة معينة تناسب البشرة. كمان في سبب تاني، ان بعض الناس بتشتري دلوقتي الاجهزة المنزلية وبتبتدي تعمل هي الجلسات في البيت. ممكن يكون طبعا الجهاز ده مش مناسب للبشرة، ممكن يكون الاعدادات بتعمل مش مظبوط، فكل ده ممكن يسبب الحروق. كمان في سبب تاني، ممكن الجلد يكون حساس للأشعة بتاعت الليزر، فبرضه ممكن ده يسبب لنا الحروق. الحروق دي احنا قلنا ان هي ليها درجات، هم عبارة عن 3 درجات. الدرجة الاولى اللي هو بيبقى الحرق السطحي، حاجة بسيطة بتبقى احمرار وورم خفيف كده حوالين البصيلات، وده بينتهي في خلال يوم بيخف وخلاص. الدرجة التانية بيبقى الحرق اخترق الطبقة الاولى من الجلد وبدأ بقى يعمل احمرار وبثور، وده طبعا ممكن يحتاج لعلاج، ولكن برضو هو بيخف في خلال ايام. الدرجة التالتة بيبقى حرق عميق، وده بقى لازم علاج، وده ممكن يقعد فترات اطول شوية. طب احنا عشان نتجنب كل الحاجات دي يبقى احنا ايه نعمل الصح؟ يبقى الجلسات دي تتعمل في مركز طبي متخصص. بنحتاج كام جلسة؟ ممكن من 6 ل 12 جلسة، بين كل جلسة والتانية بيبقى حوالي من 3 إلى 8 أسابيع على حسب الطبيب ما بيقول. طبعا بيبقى على حسب المكان اللي بيتعمل فيه إزالة الشعر، لأن دورة نمو الشعر بتختلف من مكان لمكان. أحسن نتائج طبعا بتيجي مع البشرة الفاتحة مع الشعر الأسود السميك، دول بيبقى فيه بيدوا أحسن نتائج الحقيقة. يعني في النهاية نقدر نقول ان الموضوع بسيط وسهل. المشاكل اللي بتحصل بيبقى ليها اسباب، وان احنا لو تجنبنا الاسباب نقدر نتجنب المشاكل، وان اهم حاجة ان الجلسة تتعمل في اماكن طبية متخصصة وان يكون ناس متخصصين علشان ما يحصلش اي مشاكل. في النهاية بشكركم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.